يدا مافا المطلة على ساحل زيتنبورنو، والتي هي محط الأنظار في اسطنبول على طريق ساحل أتاكوي التي تربط بين القارتين. يوجد على الجانب الشرقي للزرق يدا مافا مناطق ياريمادا ويانيكابا التاريخية، وأما في غربها فتوجد مناطق باكيركوي وأتاكوي. يدا مافا هو المشروع الوحيد في تركيا بإطلالته الكاملة على البحر والحائز على جائزة فنه المعماري، وسبب تسميته بهذا الاسم يرجع للونه الأزرق فسمي بالزرقاوات، واسم السبع مأخوذ من عدد بناياته السبع المنفصلة. ويعد المشروع على أتم الاستعداد لتسليم المفتاح لاختيارات الشقق المتعددة المتكونة من 1+1 إلى 5+1، والشقق الواسعة المتكونة من طابقين وحديقة. هو المشروع الوحيد الذي يمتلك مساحة خضراء تصل إلى 51,500 متر مربع، ومساحة المرافق الاجتماعية تصل إلى 4,000 متر مربع، ويشمل أحواض سباحة مكشوفة ومغلقة، وصالات رياضية، ومراكز منتجعات صحية، وحمامات وغرف بخار، وساحات لعب مكشوفة ومغلقة للأطفال، ومكتبة وصالات، وساحات مشي مكشوفة، والنفق الأزرق مافي تونل الذي يصل إلى الساحل مباشرة عن طريق ممر ومعبر سفلي تحت الأرض. يدا مافا الذي فتح أبوابه على حياة مرموقة راقية ومرفهة بنظامه الأمني المستمر على مدار 7 أيام و24 ساعة، وفندقه الذي يقع في الشارع الأزرق مافي جدة، ومنطقة أسواقه الفخمة والراقية ومطاعمه ومقاهيه، هو مشروع الساحل الحائز على جائزة إسطنبول بجدرانه الزجاجية المميزة والخاصة المطلة بأكملها على البحر. أقبلوا أنتم واحتضنوا بكل قوة هذه الحياة التي التقت فيها الخضرة مع الزرقاء بأجمل وأروع درجاتها، لأنها ليست عبارة عن 4 جدران بل هي الزرقاوات 7. يدا مافا.